حكايات جحا هي القصص الطريفة المضحكة التي تربت عليها الأجيال. مغامراته الشيقة سمع عنها الكبير والصغير. فجحا الذي عرفناه جمع بين الطرافة والبخل والحمق والطيبة. سطع نور شخصية جحا لأول مرة مع الجاحظ، فتحدث عنه في كتابه القول في البغال. يتعلق سؤال بالأذهان: هل كان جحا شخصية حقيقية أم أنه من بنات خيال الجاحظ؟ هو دجين بن ثابت الفزاري المعروف بجحا. ولد في مدينة الكوفة بالعراق، وبها توفي زمن أبي جعفر المنصور عن عمر يقال إنه بلغ 100 عام. كان جحا رجلا ظريفا صافي النفس بهي الطبع، ذكره علماء كالسيوطي والذهبي في كتبهم، وتحدث ابن الجوزي عن ذكائه وفطنته. قال عنه الإمام الذهبي: ما رأيت أعقل منه. وصح أنه كان فقيها حكيما ذا عقل راجح ورأي سديد، وأن كثيرا من القصص شوهته ونقلت عنه ما ليس فيه. قال النسائي: لعل التجريح قد جاء مما نسب إليه من نوادر وفكاهات لا تليق براوي حديث، فيما يرى البعض أن الرجل وقع فريسة المكائد بين أهل الكوفة وأهل البصرة في ذاك الوقت. ورغم ذلك يبقى جحا شخصية عزيزة على جيل بأكمله، إذ زرع بمغامراته الظريفة البسمة على أفواههم، وإن كان للتاريخ أقوال أخرى.